الرئيس سيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.24% بختام تعاملات الأسبوع. جي بي مورغان يوصي بشراء أذون الخزانة المصرية، ومورغان ستانلي يتوقع رفع التصنيف الائتماني. الرقابة الإدارية تضبط تشكيلاً عصابياً بالطيران المدني للاتجار في النقد الأجنبي. مصلحة الجمارك الإفراج عن بضائع بقيمة 12 مليار دولار منذ أول يناير وحتى الآن.